تحتضن العاصمة السعودية الرياض الليلة النسخة الرابعة من حفل توزيع جوائز صناع الترفيه أو جوي أورد. الحفل ينطلق بعد قليل، فماذا في تفاصيله؟ رنيم بخزام من العاصمة السعودية الرياض. رنيم، منحسدك مرة جديدة، كيف الأجواء عندك قبل انطلاق الحفل؟ فعلا يعني أنا واكبت جوي أوردز من أول نسخة لهيدي النسخة يلي صارت بعددها الرابع، ولكل من واكب هذه أو هذا النشاط وهذا الحدث بالرياض يلاحظ مدى التغير ومدى التطور الذي يطرأ على هذا الحدث اللي هدفه هو أنه يكرم ويوزع جائزة التميز لعدد من الفنانين وعدد من الممثلين. كل سنة بيكون في هناك ترشيحات، بيقدروا الناس يفوتوا على أبليكيشن جوي أوردز حتى يكونوا هنا عم بيصوتوا للفنان المفضل عندهم، للممثل المفضل، المسلسل المفضل، الرياضي، إلى ما هنالك. يعني هناك عدة فئات يتم على أساسها التصويت للشخص المفضل عند الجماهير العربية لحتى يكون عم يتسلم جائزة جوي أوردز. هذا الحفل كل سنة عن سنة عم بيكون أكثر شامل. يعني اليوم كنا عم نشوف مشاهير من العالم العربي، عم نشوف مشاهير من الولايات المتحدة الأمريكية، يعني ربينا نحن ونحضرهم وانتباعهم، كنا عم نشوفهم اليوم أمامنا. وأيضا الحضور اللبناني كان لافت جدا مثل كل سنة، ولكن أيضا السنة كان هناك حضور لبناني لافت، ومن بين الفئات اللي يعني كان في تصويت عليها من المرشحين هناك نانسي عجرم مرشحة على فئة الفنانة المفضلة، وأيضا من بين الفئات هناك باميلا الكيك مرشحة على فئة الممثلة المفضلة. رح نشوف اليوم ونواكب الجوائز التي ستوزع على المشاهير يلي وصلوا. بطبيعة الحال هذا الحدث أصبح يعني يستقطب مختلف النجوم إلى الرياض بهيدا التوقيت من كل عام، وأيضا يعني هذا الحدث يتم من تنظيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة معالي المستشار تركي آل الشيخ، واللي كمان أيضا يعني لدى مروره كان لنا لقاء سريع معه نستمع إلى أبرز ما قاله، علما أنه العاصمة الرياض كانت عم تشهد بالفترة الماضية ضمن موسم الرياض، أي ضمن موسم الفعاليات الترفيهية يلي بتصير بالرياض بهيدي الفترة من السنة، كانت عم تشهد تكريم عدد من الشخصيات اللي قدمت للفن العربي الكثير. نستمع إلى أبرز ما قاله. تعليقك على أنه كل اللي بده يشوف الفنانين الممثلين لاعبي الرياضة كله صار بيجي على الرياض، بيجي على الوطن العربي، هذا المهم. الرياض جزء من الوطن العربي، وأعتقد أنك شايفة احتفالية لا تقل عن أي احتفالية عالمية، لا تقل عن الأوسكار ولا الإيمي ولا كان. هذا شيء سعيد أنا فيه، كل ما كان راح يكون إلا بدعم مولاي الله يحفظه سمو سيدي قائدنا الملهم عراب الرؤية. أنا هذا يوم سعيد، أنا أشوف أن الفنانين العالميين فخورين أنهم يكونون مع الفنانين العرب، هذا اللي أنا أشوفه. فنانين العرب لا يقلون عن أي فنان عالمي راح يتكرم اليوم. عم بتكرموا كل من نسيتهم دولهم، وهذا الأمر عم تكرمون هن وعايشين، عم تخبرون قدي هن أعطوا للفن العربي، قدي قيمة هيدا الموضوع وهيدا الذكريات وتوثيق تاريخه. لا، احنا نعتبر ان الوطن العربي هذا كله بلد واحد، وبالعكس انا اعتقد انه حتى الفنانين اللي تكرموا في المملكة العربية السعودية لهم تقديرهم اكيد في بلدانهم، لكن هذا لا يمنع اننا احتفائنا فيهم دائما يكون مميز.